الصحة والجمال، لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الصحة والجمال في أجدد حلقة من حلقات سحور دكاترة. النهاردة بإذن الله بيشرفني دكتور أحمد جمال، استشاري النساء والتوليد. أهلا حضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا أحمد. إزاي أخبارك إيه؟ منور النهاردة يا دكتور. الله ينورك ليك. النهاردة موضوعنا مهم جدا أعتقد، وكلامنا هيكون كتير بإذن الله. ولكن خليني أقول حاجة مهمة جدا، رمضان أنا بشوف إن هو شهر بيجري بسرعة والكلام فيه بيكتر أحلى، وإن شاء الله إن الحلقة النهاردة هتكون مفيدة وهتفيدكم بإذن الله وهتستمتعوا بيها. خلينا نبدأ معاكم بإذن الله بفقرة دردشة. عندنا واحنا نستناك كل ليلة معاك نتسحر بالهنا سحور دكاترة. هنبدأ معاك يا دكتور بشوية ذكريات لورا. عايز ارجع معاك مع حضرتك دكتور دايما ذكريات ايام الدراسه، ايام ما كنت طالب وفكر والسحور ومع الشباب. هل كان في طقوس معينه لحضرتك ايام الدراسه؟ ايام الدراسه طبعا كانت هضطر ان اقسمها، كان في فتره طبعا ايام الثانويه كانت فتره شباب، وبعد كده فتره الكليه طبعا دي مختلفه عن دي خالص. ايام الثانويه العامه طبعا كان السحور طبعا والفطار زي الجو العائلي العادي زي كل العائلات المصريه، كان لازم يبقى كل مجتمع في الفطار وكل مجتمع في السحور. طبعا برضو كعادات البيت المصري السحور في اول 4-5 ايام في رمضان، وبعد كده يبتدي الناس لا مش هتسحر لحد ما نمتنع عن السحور خالص، بيبقى بشويه ميه او كوبايه الشاي وخلاص. بعدين بقينا في الكليه بقينا طبعا بتذاكر عند اصحابك، لا عندك بتذاكر لوحدك، تعبت بتنام، ممكن تتسحر ممكن تتسحرش، تبتدي الدنيا بتتغير. بس حضرتك كان دايما يعني ايه السحور الطقوس او الفطار المعين اللي كنت بتتناوله في السحور؟ يعني مثلا فينا دايما حاليا دلوقتي في ناس بتتجه للتكاوي، حضرتك دايما يعني بتتجه للسحور التقليدي؟ طبعا احنا ما حبش التكاوي قوي او الاكل اللي من بره خالص، تقريبا كل الاكل اللي كان الواحد اتعود عليه كان دايما حاجات بيت. بس طبعا اضطرينا للتكاوي او الاكل الجانك فود يعني لما الواحد دخل الكليه واضطر ان هو او يبقى مثلا عنده نبطشيه، فطبعا ممكن ما تلحقش وجبه المستشفى ولا تلحق تاكل في البيت، فلازم تضطر انك انت تاكل من بره. وزي كده برضه في السحور تلاقي نفسك انك انت مضطر انك انت تاكل بره او تطلب دليفري يجي لك عشان تتسحر. طب يا دكتور يعني اضرار الجنك فود وازاي نقلل منها؟ يعني عشان خصوصا ان دلوقتي بقت منتشره جدا بصوره فظيعه. لا طبعا الجنك فود اضراره كتير، انت عندك اولها التلوث. يعني ممكن الاكل يبقى ملوث بسبب الناس اللي بتعمله ما تبقاش مراعيه شروط النظافه معينه، دي اولا. ثانيا محتويات الجانك فود في الغالب بتبقى غير كامله. ثالثا الكالوريز اللي فيه عاليه او السعرات الحراريه اللي فيه عاليه جدا، فدوت بيؤدي لمشاكل السمنه. طبعا بيبقى مليان توابل واملاح ودي بتؤدي لامراض الضغط ومشاكل المعده والجهاز الهضمي. طبعا ممكن يبقى فيه سكريات او يبقى فيه حاجات تانية تعليل الضغط وتسبب لي برضو السكر. بس تمام. طب يا دكتور حضرتك في عيلتك من ناحيه والدك هل كان بيقبل فكره السحور الفردي ولا كان لازم اللمه والجماعه ونسحر كلنا مع بعضينا؟ طبعا هو والدي لما يبقى موجود لازم يبقى كل الناس تفطر وتتسحر مع بعضينا، لان والدي واحد افراد القوات المسلحه، فكان لازم لما يبقى موجود يبقى كلنا نبقى موجودين. بس بعد كده طبعا لازم كان يرضى ان انا من واجب شغلي وطبيعه شغلي ان انا ممكن ما ابقاش افطر معاهم او اتسحر معاهم. طب حضرتك دلوقتي كأب هل بتفطر مع عائلتك ولا ظروف شغلك بتجبرك ان انت ممكن ما تتسحرش؟ وازاي يا دكتور بتقدر تحافظ على طاقتك طول اليوم، خصوصا ان الناس بتعتقد دايما ان الدكاتره دول بياكلوا اكل مختلف عن كل الناس بيخليهم يحافظوا على صحتهم طول اليوم؟ لا هو دلوقتي انا بحاول طبعا ان انا ابقى متواجد في البيت عشان ولادي لسه صغيرين، فبحاول ان انا افطر معاهم كل يوم
لكن طبعا احنا ما بنتسحرش اكل خارق او بنفطر اكل خارق جاي من بلاد تانية، يعني زي الناس اللي كانوا يقول لك هم ليه الرؤساء محتفظين بشبابهم كتير، دول بياخدوا حقن غاليه وكلام من ده عشان تحافظ على شبابهم. لا، ما فيش حاجه اسمها كده، احنا سحورنا وفطرنا زي البني ادمين، بس يمكن بنقلل من فطار وبنقلل بسرعه عشان نلحق اشغالنا، فدوت اللي خلانا نتعود ان احنا في رمضان ما نتعبش كتير. هو المشكلة في السمنة اللي بتحصل أو في التخمة اللي بتحصل من كتر الفطار، أو واحد فاكر إن هو هيقطر زي الجمل فيقعد يتسحر لحد ما خلاص ما يخلي معدته مليانة خالص فعشان يكمل، وده بالعكس ده مش صحيح يعني. طب بالنسبة لك كدكاترة، هل في فطار صحي معين بتتناولوه ولا أي فطار؟ لا، هو الدكاترة زي ما كنت بتقول قبل البرنامج، الدكاتره بنعمل بنقول حاجات وما بنعملهاش، يعني اغلب الدكاتره بتاكل اكل برضه مش مفيد، او يضربوا كل انواع الاكل اللي موجود، سوري في كلمه يضربوا طبعا، لكن هو ده اللي بيحصل يعني هو الدكاتره طبعا زي البني ادمين العاديين، احنا مش جايين من كوكب تاني يعني. اكيد اكيد. طب شعور المرضى لما بيجوا قبل مثلا الفطار او اثناء السحور، هل بيكون خايفين من الدكاتره، خصوصا ان هم ممكن يكونوا شاكين الدكتور الدكتور مثلا ممكن مثلا ما يكونش فاطر كويس، فدوت ياثر عليه نفسيا وعصبيا فياثر بالتالي على المريض، هل في تخوفات من المرضى؟ لا، الحمد لله المصريين عارفين كويس قوي ان الدكتور المصري شغال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، في الغالب ان هو يعني بيكلموه يعني في كل وقت بيلاقوه جاهز لهم يعني، فما بيخافوش من النقطه دي يعني. تمام. طب يا دكتور، عايز اتناقش معاك لفكره المراه الحامل في شهر رمضان. دايما بتشوف كتير جدا من النساء اللي هم بيحاول يعاند ويصر ان هو يصوم، حضرتك تقدر تقدم لهم ايه النصايح اللي هو اللي هي تقدر تحافظ على نفسها وفي نفس الوقت تحافظ على الجنين او الرضيع وفي نفس الوقت ما تهلكش نفسها؟ هو الصيام في صيام رمضان يعني بالنسبه للسيده الحامل هو ما فيهوش مشكله طالما ان الست قادره على الصيام. طبعا دي ليها شقين، شق يعني طبي وشق شرعي كرأي دين يعني. رأي دين مادام الست تقدر تصوم فهي لازم تصوم. لو هي خايفه على نفسها او على البيبي اللي في بطنها يبقى لازم، ومش هتصوم يبقى لازم عليها القضاء طبعا، او ان هي أو كمان اطعام مسكين عن الايام اللي هتفطرها. لكن بالنسبه للناحيه الطبيه هي الست لازم، لو ما فيش مشكلة من الصيام طالما ان الست قادرة انها تصوم وما فيش مشكلة عندها صحية او عند البيبي اللي هي فيه مشكلة عندها صحيا، زي لو عندها مثلا مشاكل الضغط او السكر طبعا بتبقى محتاجة انها تاخد دواء بانتظام، تاخد الانسولين بتاعها بانتظام، وطبعا الكلام الجديد في علاج السكر اثناء الحمل ان الست مضطرة انها تاخد الانسولين من 3 لـ4 مرات في اليوم، وطبعا ده مش هينفع لو الست صايمه، فيبقى السكر هيبقى ده هيؤدي ان السكر بتاعها مش هيبقى مظبوط، فيبقى هيأثر عليها ويأثر على الجنين اللي في بطنها تباعا يعني. وفي برضه بعض الامراض ما تستوجب ان الست تبقى على طول بتشرب ميه كتير، ودلوقتي رمضان بقى بيجي في الصيف وفي الحر ده، فطبعا بيؤدي الى الجفاف ويقلل الحجم الدموي اللي موجود في الست، فدوت يؤدي الى تخثر دم او حدوث جلطات، فبرضه دوت يؤذيها. فطبعا الستات اللي زي كده ننصحهم بعدم الصيام، لكن غير كده الست تقدر تصوم، وربنا مدي البيبي القدرة على تحمل قدرات منخفضة من الجلوكوز والانسولين، وتقدر يتعايش معاها لفترة 24 ساعة وزيادة، فعشان كده الست تقدر تصوم عادي. فننصحها ننصح الست الحامل في الصيام طبعا ان هي تعمل زي ما سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام، ان هي بتعجل بالفطور وتأخر السحور على قد ما تقدر، فتسحروا فإن في السحور بركة. فإيه البركة في السحور؟ قلنا البركة في السحور ممكن دي حاجتين برضو، حاجة دنيوية وحاجة في الآخرة. طبعا الحاجة الدنيوية تقدر تستحمل تاني يوم، تقدر ما يجيلهاش صداع، ما يجيلهاش إرهاق شديد، تقدر تكمل يومها، تقدر تراعي عيالها لو عندها عيال تانية، تقدر تخلي بالها من حملها. بالنسبة لإيه اللي ممكن تتسحروا؟ ممكن تتسحر دايما تخلي بالها ان هي ما تاخدش حاجات برضو مالحه، حاجات فيها كالوريز عاليه قوي، الدهون، الحاجات الدسمه بلاش منها. تمام. فحضرتك يا دكتور دلوقتي في سؤال مهم جدا، ايه اللي يحصل لو هي ما اتسحرتش؟ طبعا الست لو ما اتسحرتش هتبقى معرضه عارضه نفسها ان يجي لها انخفاض في نسبه الجلوكوز، يجي لها ممكن تصدع، يجي لها هبوط في الدوره الدمويه، ممكن يغمى، هي اغماءات،
ممكن لو هي الجلوكوز ده لما يقل للبيبي قوي هتلاقي حركته قلت، فده يزود عندها القلق. ممكن يا دكتور الجنين يموت في الحالة ديت؟ لا، ما قلت لك ربنا خلق البيبي يتحمل انخفاض جامد في الجلوكوز من غير ما يحصل مشاكل، لان جسمها لوحده هيبتدي يتأقلم على انخفاض الجلوكوز فيه، فيكسر حاجات فيه عشان تروح للبيبي، فتقدر تتأقلم على كده. طب اقصى الدرجات اللي للتحمل، يعني ايه الحاله اللي المفروض خلاص لا ما ينفعش؟ لا، اصل هي مش هتقدر ما تاخدش حاجه 24 ساعه، هو تقريبا هو اخرنا حوالي 24 ساعه. تمام. طب حضرتك يا دكتور عايز اتنقل معاك لفكره الحمل القيصري، وفي خصوصا ان في بعض النساء مثلا ايه بتضطر تاجل حملها عشان عزومه، وفي ناس بتاجل حملها عشان خروجات. ف تأجل حملها ولا تأجل ولادتها؟ الولاده قصدي، معلش الولاده، بتاجل الولاده عشان عزومه او خروجه او عشان هتنقل من هنا لهنا، حضرتك تنصحهم بايه؟ طبعا هو في الولادات برضو بتتقسم ايرجنت يعني طارئه، وولادات غير طارئه. الولادات الغير طارئه اللي هي الالكتيف ديت دي بتبقى من حق الست ان هي بتشوف مواعيدها، مواعيد دكتورها، مواعيد جوزها، وتظبط نفسها عليها. الحاجات الطارئه طبعا هي مش في ايدها حاجه تعملها، فبتضطر ان هي ترضخ ليها بقى في فطار، في سحور، في اي وقت، ملهاش دعوه هي الست فيها دي، ملهاش دعوه فيها خالص. لكن النص التاني اللي هو اللي هي الغير طارئه، لا ممكن تظبط نفسها حسب عندها ميعاد مهم، مسافره، جوزها جاي، كلام من ده، لا دي سهله. تمام. طب يا دكتور الحمل، هل مثلا تاخير الحمل في رمضان مفيد للست، ولا عادي جدا ان هي ممكن تاجل الحمل مثلا لما بعد شهر رمضان؟ طبعا لو هي تقدر تظبط نفسها لان هي تحمل بعد رمضان، طبعا هي يعني ما يبقاش اول حملها في رمضان، لان هو اول الحمل بيبقى برضه محتاج ان هي تبقى في رعايه معينه، محتاجه ان هي بتقسم اكلها بشكل معين، ما تقدرش ان هي تستحمل الصيام مع اعراض الثالوث الاول او الثلث الاولاني من الحمل، زي الترجيع وغمامان النفس والكلام من ده، في مشاكل في اول 3 شهور في الحمل متعرف عليها للحوامل كلها، وبتبقى بتحصل كتير وتكرارها كتير، فلازم الست تراعي ان هي ممكن لو حملت مع اول رمضان ان هي مش هتقدر تكمل الصيام من كتر الترجيع اللي هي بترجعه. تمام. طب يا دكتور الوجبات الافضل للحامل والافضل لحديث الولاده؟ الافضل لحديث اللي هي اللي لسه، قصدك اللي لسه والده، لسه والده والحامل، تاكل ايه ومقدارها قد ايه؟ الحامل اللي هي الحامل المفروض ان هي بتاخد حوالي 30 سعر حراري لكل كيلو جرام، في كل كيلو جرام في اليوم، يعني حوالي 2400 2500. طبعا احنا للست المتوسطه الوزن اللي هي 70 80 كيلو يعني، لكن طبعا لو زادت هيزيد السعرات الحراريه زياده. تاكل ايه؟ بنحاول ان احنا الست قلت لك ما تكترش من السكريات كتير، السكريات اللي هي اللي في العصاير والحاجات المحفوظه الكتير دي بتخلص بسرعه، بتتكسر في الجسم بسرعه وبتتخزن، فهتحسسها على طول بالجوع، فمش هتفيدها قوي، فلازم تعتمد ان هي بتاخد سوائل كتير عشان تحافظ على الهيدريشن، على نسبه الميه اللي موجوده في دمها. لازم تاخد كميه من البروتين وكربوهيدرات اللي ما بتمتصش بسرعه، مش السكريات اللي احنا اتكلمنا عليها، كربوهيدرات زي الرز وزي العيش اللي هو الاسمر بتاعنا، دي حاجات بتفضل قاعده الكالوريز بتاعتها مش عاليه قوي، ما تسببش سمنه للست الحامل، وفي نفس الوقت مش هتحسسها بالجوع. تمام. طبعا مع كميه فايبرز كافيه يعني سلطه وحاجات كتير. تمام. هل الاكثار من الاكل مفيد برضو ليها ولا هيكون مضر؟ لا، الاكثار من الاكل، الست السيده الحامل يعني عندها دايما مشاكل في الجهاز الهضمي، عندها التهابات في المعده، مشاكل في القولون، تاخير في حركه الامعاء، امساك شبه مزمن، فدي تنصح دايما انها بتصغر كميات الاكل وتكتر عددها عشان ما تقلل من شكوى الجهاز الهضمي. تمام. طب بالنسبه للمراه صاحبه الطفل الرضيع، طبعا المرأة الحامل قلنا اتكلمنا عليها، المرأة السيدة المرضعة يعني اللي هي بترضع طفلها قدامها، يعني برضو دي بتتقسم حاجتين، في بترضع معاها وبتدي مع اللبن بتاعها لبن صناعي، وفي اللي هو ايه بترضع لبن الأم بس. طبعا اللي بترضع لبن الأم في تساؤلات بتيجي، هل هي اللبن دوت هيتأثر بالصيام؟ هل هيقل بالصيام؟ هل ممكن يضر البيبي الطفل بتاعها؟
طبعا الحمد لله من نعمه ربنا ان الاجابه للثلاث اسئله هي لا. الحمد لله من نعمه ربنا ان اللبن ما بيتاثرش بالصيام، يعني لما جم قاسوا اللبن دوت المكونات بتاعته لو خلال 24 ساعه ما بيتاثرش، ولا الاطفال اللي فيه حتى لو هو وزنهم قليل بيتضروا قوي، ما بيأثرش فيهم قوي يعني. طبعا الست اللي بترضع هي ليها رخصه برضو للافطار، لكن لو هي شايفه ان هي عايزه تصوم عشان ما تقدرش تصوم ايام تانية يعني بدلها القضاء بتاعها يعني، فهي طبعا لازم تشرب كميه سوائل كتير وحاجات خضرة كتير عشان تكتر اللبن دوت. طب يا دكتور، هل هي مثلا ممكن مثلا في رمضان تقسم الشهر نص طبيعي ونص صناعي، ولا الافضل لا هو الطبيعي؟ طبعا الافضل الطبيعي، ولو لان هو لو المشكله للبيبي لو خد الصناعي في الغالب مش هيكمل، مش هيرجع تاني للطبيعي خالص مهما، لانه اسهل، انه بنزله اسهل اسهل، لكن طبعا لبن الام افيد. تمام يا دكتور. طب يا دكتور، هننتقل معاك للنقطه الثانيه بالنسبه للبنات مش السيدات دلوقتي، اللي بتجي لهم خصوصا العاده الشهريه وبياخدوا عقاقير وادويه ان هم ياجلوها، الضرر دوت عليهم على المدى القصير والمدى البعيد، وهل دوت رخصه ليهم فعلا في رمضان، ولا الافضل ان هم يخلوا الموضوع طبيعي؟ هو بالنسبه للسيدات او البنات اللي هو الانسات يعني، هو في سيدات دلوقتي طبعا عشان العباده بيحاولوا ان هم ياخروا الدوره او ياجلوها، طبعا ده حاجه مشروعه كشرع. مدار طبعا مدار الادويه اللي بيستخدموها خصوصا ممكن ساعات بتوصل لجرعات عاليه ليها مشاكل طبعا، لكن الايام حتى للاسف سبقونا فيها المجتمع الغربي، الايام دي بيعملوا العقاقير اللي انت بتتكلم عليها دي، حتى عايزين هو مش غير رمضان، في رمضان او غير رمضان ان الست يجي لها دوره مثلا كل 92 يوم، يعني خلوا مثلا تجي لها اربع مرات في السنه، قال لك ان ده صحيا احسن، بيخلي الكواليتي اوف لايف طبيعه الحياه بتاعت الست احسن واقيم، يعني ان هي بدل ما هي بتشتكي كل شهر بيجي لها دوره وتوقف حياتها واعراض قبل الدوره ومن الهيجان اللي بيجي ووجع صدر وصداع وكلام من ده، فلا فاحنا طبعا من احد الاستثمارات ليها ان ممكن يعني نستثمر الحكايه دي اثناء شهر رمضان ان ما تجيلها تصوم شهرها كله. بس ده دكتور مش اثر العالم على المستوى البعيد؟ على المستوى البعيد بالعقاقير القديمه من اللي هو العلاج الهرموني يعني بتاع حاجات زمان، ممكن كانت بتعمل مشاكل، يعني بتعمل مشاكل كجلطات للعيانين العرضه ليها، لكن هي ما بتعملش على اساس انه شهر واحد دي ما تعملش مشاكل على المدى البعيد. تمام. لكن في طبعا لو ست كبيره دي انت كنت محدد ان هي انسات، لكن مو في ستات كبيره في السن ممكن تقول لك لا انا مش عايز الدوره تجيل، كتر استخدام الهرمونات للخبطه الدوره ممكن ياثر على بطنه الرحم وعلى الثدي. طب بالنسبه للبنت لسه ما اتجوزتش بياثر عليها برضو؟ ممكن بس في هيئه لخبطه الدوره بعديها كام شهر وبعد كده في الغالب خلاص يعني مفيش مشاكل بعيده. مفيش خالص اي تاثير عليها؟ لا. كبير جدا و... لا لا ما فيش لا ومش هيحصل لك، لا بقول لك دلوقتي بيفكروا يعني مش بيفكروا، هو بقى واقع ان الدوره تيجي كل يعني اربع مرات في السنه، يعني كل ثلاث شهور تيجي دوره. تمام. طب يا دكتور عايز اتكلم معاك، تعامل حضرتك مع الحالات النادره في رمضان بيكون ازاي؟ الحالات يعني هو في مجال النساء والتوليد ما فيش حالات نادره بتيجي في رمضان قوي اكتر من الحالات اللي يعني اللي هي حالات النزيف، فحالات النزيف هي دي المشكله اللي يعني اللي بتيجي في ساعات في وقت افطار وقت سحور، هو دوت اللي بيخليها يعني تحس ان هي نادره في رمضان، لكن هو طبعا شغلنا دايما في حالات كده كتير، لكن هي الواحد بيبقى من سوء الحظ او يعني من ابتلاء من عند ربنا بتيجي في اوقات غريبه، لكن الواحد اتعود ان هي خلاص مش مشكله، هتيجي ساعه الفطار بتلاقي ممرضه او المساعد ولا حد يفطرك يلحقك كوبايه ميه عشان السحور كده يعني. طب يا دكتور، المريض يعني اللي قدامك بيكون متقبل الجزئيه دي، ولا بيكون هو نفسه خايف ومتوتر؟ لا هو المريض بيبقى همه حياته هو طبعا وحياه يعني حياتها وحياه اللي في بطنها، ففي الغالب يعني كأي حد ما بتفكرش في الدكتور لأن هي واثقة فيه أصلا من الأول. تمام. طب يا دكتور عايز أتكلم معاك عن أبرز الأخطار بالنسبة للسيدات في رمضان ولازم يفطروا، لازم يفطروا، ما ينفعش. قلنا جزء منها في الأول، هم الستات اللي لازم يفطروا هم يا إما حاجة في الأم يا إما حاجة في الجنين،
حاجه في الام لان عندهم امراض مزمنه زي الضغط، محتاجه تاخد دواء مرتين في اليوم، محتاجه دواء تاخد دواء 3 مرات في اليوم، 4 مرات في اليوم، فلازم يتاخد الدواء بانتظام. فيبقى لازم الست اللي عندها ضغط عالي، الست اللي عندها سكر عشان قلناها بتاخد 3 4 مرات انسولين، فلازم يبقى برضو لازم تفطر. العيانين اللي عندهم ثرومبوفيليا يعني عندهم عرضه للتجلط، فدولت لازم دايما يبقوا شاربين ميه ولازم يقدروا يتحركوا، ما ينفعش ان هم تقول لك انا صايمه فلازم انام، فدي تبقى عرضه ان يجي يحصل لها جلطات، والتجلطات دي ممكن تاثر على حياتها مش حتى على حياه اللي في بطنها. فدولت لازم دولت يفطروا. تمام يا دكتور. عندي سؤال بس يعني مش عارف اساله ولا لا، هل زوجات الدكاتره بينفذوا نصايح الدكاتره؟ لا في الغالب لا، لان هو احنا شعب معتنق ثقافه، يعني هي تسمع كلام مامتها اكتر من كلام جوزها حتى لو دكتور، ممكن تسمع الدكتور زميله ولا تسمع كلامه هو عادي، يعني ما بيسمعوش خالص الكلام طبع الستات طيب دكتور، عايز منك شويه نصايح للسيدات خصوصا الايام دي في شهر رمضان. هو مفروض يعني دلوقتي او بعدين المفروض الست اللي ناويه تصوم تبقى قبل شهر الصيام تبقى عامله بلان لحياتها، انا عايزه هجيب حاجتي، لان هي مش هتقدر تنزل، احنا الدنيا بقت رمضان بيجي في شهر حر جدا وحرارات عاليه مرتفعه، فلازم الست تبقى مهيئه نفسها، تبقى عامله بلان خطه ليها قبل رمضان واثناء رمضان. قبل رمضان بتجهز حاجتها، بتشوف حاجتها اللي هي هتجيبها، والله انا هنعمل الاكل بتاعنا كذا، عزومتنا كذا، يبقى مخططه حاجتها ومخزنه حاجتها عشان ما تضطرش تنزل وتيجي في حر او كلام من ده، لان احنا اليوم الليل بتاعنا الايام دي بقى قصير قوي والنهار هو اللي طويل قوي. فدوت قبل رمضان. اثناء رمضان طبعا هي لازم تتسحر، لما تيجي تتسحر متاخر عشان تلحق، يبقى الفتره بنحاول نقلل الفتره اللي بتاعت الصيام بتاعتها، وفي نفس الوقت تلحق لها صلاة أو تلحق قرآن الفجر كده. فلازم تتسحر، والسحور عندنا هو أفيد يعني، أو ممكن يبقى هو أحسن من فطار، فلازم الست تتسحر، ما ينفعش تصوم من غير سحور. فالسحور بتاعنا قلنا يبقى في هيئة حاجات خفيفة، ممكن ما تبقاش فيها سكريات عالية ولا مخللات ولا ملح، لان ولا في برضه في نظريه خاطئه عندنا في المصريين او يعني في العرب اللي بيصوموا، يقول لك اشرب ميه، نقعد نشرب ميه على اساس ان احنا بنقطر زي الجمال. هو ده طبعا الكلام ده مش مظبوط، هو انت لما بتشرب ميه بتحمل زياده على الكليه، فالكليه بيحصل لها حاجه بوش اب فينومينا، فبتزود الخارج فبتخرجه من بول، خلال ساعتين بتبقى انت نزلت اللي انت شربته كله، فده مش حاجه. تمام. يعني فيبقى لازم ان احنا تشرب حبه ميه اللي تقدر عليهم، بس تشرب ميه ومش ساعه السحور، يعني تتسحر مثلا احنا مثلا السحور الايام دي المفروض يبقى لحد الساعه 3 مثلا، فهي مثلا تتسحر الساعه 1 او الساعه 2 وعلى الساعه 3 تشرب شويه ميه، دول اللي يقعدوا. لكن انا لما هتشرب ميه اثناء الاكل بلاش تشرب ميه اثناء الاكل، عشان ده بيعمل تخفيف للعصاره الهضمه في المعده، فيديها يزود لها الاعراض التخمه والانتفاخ والحموضه. تمام. طب دكتور، بالنسبه لفكره السحور، انا عايز اعرف يعني هل مثلا التدرج في الاستعداد لرمضان افضل، ولا انها ممكن تخش على شهر رمضان على طول؟ لا، يعني لازم ان احنا نتدرج، اي حاجه بتعملها بالتمرين، اي حاجه لازم نتعود عليها، عشان كده سيدنا محمد كان بيصوم شهر شعبان اغلبه، فاحنا لازم نتبع سنته، فهو لازم ان احنا بالتدريج تصوم يومين ثلاثة قبل مثلا في رجب في شعبان، لازم تدرج نفسها عشان تشوف كمان قدرتها على الاحتمال، هتقدر تستحمل ولا مش هتقدر تستحمل، تعمل ايه، ما تجيش جت اكلت لا انا هفطر انا كنت صايمه، تفطر تروح يجي لها تلعب او نوبه يعني اضطرابات في الجهاز الهضمي واسهال وانتفاخ وامساك، وتبقى الدنيا صعبه قوي. فلازم تتدرج عشان تبقى عارفه ايه نظامها اللي هي بتمشي عليه. انا هتسحر، لا انا هتسحر كوبايه زبادي، هتسحر كوبايه زبادي وربع رغيف عيش، هتسحر لوستين ولا حبه مكسرات مع كوبايه لبن. تمام. هل دكتور بالنسبه لفعلا مقدار الاكل، مثلا هل البنت والسيدات الحامل والمرضعات هل بالنسبه لهم كل واحد اكله يختلف، ولا ممكن الثلاثه ياكلوا زي بعض؟
لو هم نفس عايزين يحافظوا على وزنهم وعلى هيئتهم وعلى طبيعه قدرتهم على الاحتمال، هو المفروض كلهم يتعاملوا بالميزان زياده او ناقص، بس للمرضعه عشان محتاجه انها تعمل لبن كتير وكلام من ده، فهي دي اللي بتزيد. لكن الست الحامل والست العاديه مفروض يعني مور لس يعني بالكتير او القليل يعني يبقى زي بعض تقريبا. تمام. لكن احنا بنفهم بنحاول المفاهيم، لا نقعد ناكل زياده على الفاضي. طب يا دكتور، ايه الحالات اللي ممكن تؤدي الى فقدان الطفل؟ ايه الحالات اللي ممكن تؤدي الى فقدان الطفل؟ مع الصيام ولا من غير صيام؟ مع الصيام وبدون صيام. مع الصيام يعني هو اكترها يبقى انخفاض جامد في الجلوكوز دوت. لو الست يعني بقى لها مثلا يومين ما بتاكلش، بس هو ما فيش حد هيقعد يومين ما بياكلش، او مثلا عندها سكر واصرت انها تصوم، فده عمل لها اضطرابات في نظام الجلوكوز بتاعها، فدوت ممكن طبعا يؤدي الى ان البيبي يموت في بطنها. اي حاجه اسمها دايابيتيك كيتو اسيدوزس، اللي هو ان يبقى فيه اسيتون في دمها كتير بسبب الجوع الشديد، فجسمها يبتدي يكسر من الفاتس بتاعته، الدهون بتاعته، فتتحول لاجسام سامه ممكن تموت الجنين. ده بالنسبه اللي هي للست الصايمه يعني. تمام. لكن الحاجات التانية بقى اللي بتموت الجنين حاجات كتير، ممكن يبقى فيه حاجات برضو في الام وحاجات في الجنين، في تشوهات في الجنين ممكن تموته، وفي حاجات في الام نفسها ممكن هي اللي تؤدي لموت الجنين، انفصال في المشيمه، يكون عندها ضغط، عندها سكر، في حاجات تعرضت لخبطه، كلام من ده. طب يا دكتور، يفضل على كده الكشف قبل شهر رمضان بحيث انها تعرف هل هتقدر تصوم ولا هي من نفسها تقول انا هصوم؟ لا مش هصوم. هتقدر من نفسها ليها جزء، والكشف قبل رمضان طبعا ليه جزء، الجزء بتاعها قدرتها على الاحتمال وتهيئتها النفسيه ان هي هتصوم ولا مش هتصوم. انت لو انت عايز تعمل حاجه ومش عايز تعمل ومش قادر من جواك نفسيا انك انت تعملها، مش هتعملها حتى لو انت قادر. تمام. لو انت قلت لا مش هروح يبقى مش هتروح. تمام. لكن هي لما تقول لا انا هصوم، فيبقى هي مهيئه نفسيا، فتيجي بتراجع الطبيب بتاعها، انت شوف انا هقدر، فيها ضرر ولا ما فيهاش ضرر، اعمل كده ولا ما اعملش كده. بس تمام. يعني نقدر نقول دكتور انها في النهايه ترجع لقدرتها الشخصيه، والامان عليها وعلى البيبي من ناحيه الطبيب. بمعنى انها دكتور لازم تروح برضه، لازم تروح للدكتور. اكيد طبعا. المفروض اي ست يعني بتاع زمان، الكلام بتاع زمان ان الست ما تروحش غير ساعه الولاده او حتى ما تروحش وتجيب دايه، ده كلام بقى مش صحيح. لازم الست دلوقتي، اي ست عيله شانها او وطي اقل مستواها الاجتماعي او عيلي، لازم الست تبقى بسجله او بتتابع مع طبيب، مع واحده صحيه، مع اي يعني مع كل حد، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ست غلبانه متابعة، لازم تتابع في وحده، ست تقدر تتابع في مستشفى، وتقدر تروح تتابع عند دكتور طبيب خاص، متابع في طبيب خاص. لكن كل الستات لازم يبقوا مسجلين عند حد بيتابعوا معاه. تمام. طيب دكتور، هنتقل معاك لموضوع اخر شويه. مثلا بالنسبه للسيدات برضو الحامل والمرضعات وكل ما يخص هذا النطاق، نقدر نقول لهم اعملوا ايه وما تعملوش ايه، بحيث ان هم لو مش عايزين يروحوا للدكتور او مثلا مسافرين احنا ممكن مثلا نقول لهم ان الارشادات المفروض اتباعها بحيث ما يحصلكوش حاجه لا قدر الله. الارشادات بتاعتنا للست الحامل في رمضان. في رمضان؟ في رمضان. في رمضان يبقى الست لازم قلنا واحد تأخر سحورها، تتسحر كويس، تحاول ان هي تعمل شغلها اللي تقدر عليه بدري عشان قبل ما تصاب بالارهاق يعني، وتحاول تنام بعد الظهر الاول وقت القيلوله، تاخد لها ساعه ساعتين قبل المغرب يعني، ومن المغرب للسحور تحاول تدي نفسها، تعوض نفسها كميه الميه اللي هي محتاجاها بالنهار. تحاول تاكل اكل ما يحسسهاش بالجوع، ما تحاولش تاكل زياده عشان معدتها ما تبص، ما تحاولش ان هي تاكل زياده عشان ما تتخنش فتحافظ على وزنها. تبعد خالص عن السكريات والاكل بتاعنا، الحلويات الشرقيه اللي فيها سكر كتير وكلام من ده، عشان هتزود لها الحموضه بتاعتها وتزود لها السمنه بتاعتها. تمام. ومش هتفيدها تقريبا يعني. طب تعالى يا دكتور نطلع بينا للتقرير كده، اعدوا لنا القناه هنتصحى امتى؟ نطلع للتقرير ونرجع تاني. ايش وجه السبب في السحور يعني؟ يعني ممكن الساعة 12 الساعة 1 حسب طبيعة شغلي. هل بتحب تاكل كتير ولا قليل؟ يعني قليل، ان انا جسمي نباتي
بتهتم بالاكل اكتر ولا بالشرب في السحور؟ لا بهتم بالشرب في السحور طبعا. ليه؟ يعني ان انا بعمل مجهود وفي نفس الوقت جسمي نبات يعني ما باكلش كتير، فالشرب بيبقى افضل شويه. بتحب تسحر امتى؟ يعني على الساعه 2:30. بتاكل كتير على السحور ولا قليل؟ لا قليل جدا حتى بحكم السن. يا ليه؟ يعني لا المعده بتبقى زي الاول ولا حاجه، فالواحد اللي ياكل الحاجات اللي هي بيقدر يعني يعيش بيها يعني مش اكتر من كده. انت بتعاني من اي مرض؟ كل سن وليه حاجات كتير يعني. ما بتهتم بالاكل اكتر ولا بالشرب في السحور؟ الشرب. ليه؟ لان هو احنا في وقت حر كله يعني، احنا يعني في شهر درجة الحرارة فيه مرتفعة، فطبعا عشان تعويض تقدر تروح شغلك الصبح وتقدر تمارس شغلك الصبح، فبتفك كمية كبيرة جدا من المية وبتحاول انك انت تعوضها، فانت بتشرب كمية كبيرة على اساس انك انت تقدر تحتفظ بيها يعني. بتحب تسحر امتى؟ سحر حوالي السحور العادي ساعة 2:30 3 بالكتير ان شاء الله. انت بتحب تاكل كتير على السحور ولا قليل؟ لا طبعا قليل، السحور العادل زي سحور زي اي حد يعني. طب بتهتم بالاكل اكتر ولا بالشرب؟ لا في السحور، السحور والشرب. ليه؟ انت عارف الصيف طبعا، الصيف كله الناس كلها بتحب السوائل والشرب والبيبس العسائل الحاجات زي كده. يعني انت بتعطش ما بتجوعش؟ لا الاثنين طبعا، مفيش حد ما بيعطش وما بيجوعش، بس انت عارف هو الصيف طبعا عشان خاطر الحر وكده، وبالنسبه كمان للشغل برضه بيبقى صعب. رجعنا لكم تاني بعد التقرير اللي شفتوه، وان شاء الله هنعرف برضو رأي الدكتور في التقرير دوت. رأيك يا دكتور في التقرير اللي شفناه من شوية؟ والله الناس بتعبر، العينة اللي كانت جاية في التقرير بتعبر عن المجتمع اللي احنا فيه، ان في ناس طبعا تقول لك لا مش هتسحر انا ما يهمنيش السحور، في ناس تقول لك لا انا لازم نشرب سوائل كتير ونشرب حاجات اللي هي المياه الغازية يعني. فهو دوت زي ما قلت لك دي ثقافتنا احنا كده، فيها الصح وفيها الغلط يعني. لازم تتسحر، حتى لو مش هتتسحر خالص لازم على الاقل مثلا تمره وكوبايه بلح، لو مفيش لبن يعني يبقى في زبادي او حاجه. طبعا المياه الغازيه طبعا اغلبها مش صح، لان هي فيها كميه سكريات عاليه جدا وبتسبب عسر هضم جامد يعني. ساعتها اول ما تشربها تحس انك انت الدنيا اتحسنت من حكايه الهضم، لكن بعديها بشويه هتسبب لك حموضه لان المواد اللي فيها بتتحول لاحماض. طب يا دكتور، مقاومه حر الصيف والصيام الكتير ازاي نقدر نقاومه في رمضان؟ الحر كتير طبعا انت بتفقد عرق كتير، فلازم يبقى جسمك فيه كميه ميه توازي دوت، فدوت لازم تاخدها ما بين الفطار والسحور. لازم ما تاخدش حاجات تخليك تفقد او تتحرق كتير يعني، فما ينفعش تاكل دهون كتير والحاجات الدسمه كتير، لان هي عشان تتحرق هتخليك تحس انك انت عطشان. تمام. طب يا دكتور، هنتقل بقى معاك لمجال اعتقد هو مختلف شويه ولكن في نفس النطاق. فكرة الاعتماد على أطفال الأنابيب والبعد عن الحمل، هل دوت صحي؟ وإيه آخر تطورات في الموضوع ده؟ طبعا احنا دلوقتي بقى هنا في مصر وفي بره بقت حكاية أطفال الأنابيب أو الإخصاب المساعد بقت هي أكثر انتشارا يعني، والناس كلها بدأت تشتغل فيها، لأن هي بقت طلب جماعي لأي حد، أي اتنين متجوزين جداد حتى بيتأخروا في حملهم حتى أقل من سنة يجروا عايزين يعملوا طفل انابيب، مع الحاجات الجديده من تحديد نوع الجنين واستبعاد الامراض وكلام من ده. فده كان الكلام الجديد اللي طالع، وخصوصا النتائج بتاعت اطفال الانابيب بقت اتحسنت قوي، وفي نفس الوقت تمن اجراءها رخص، فالدنيا بقت الناس تقول لك لا ما يعني الناس تخلص وتعمل طفل انابيب. طبعا كل حاجه ليها ميزه وليها عيب. ممكن تعمل وتجيب يعني ونتائجها حلوه، والناس اللي عندها مشكله ممكن تعدي، لكن زي ما هي ليها ميزه ليها عيوب. عيوب الاطفال الانابيب برضو ليها مشاكل كتير، زي او ابسطها التوائم يعني. في ناس تحب التوائم، لكن كلمه توائم او اكتر من توين اكتر من اتنين يعني، اللي هي ارقام عاليه زي الحمل في 3 والحمل في 4، دي بتعمل مشاكل. هنا في مصر احنا يعني قليل بدانا نخفض،
لكن هنرجع تاني نقول للشرع ايه هو انت شايف نبض يعني تعمل ايه، تموت العيل اللي في بطنها وهو بينبض ولا لا؟ فطبعا ده فيها جزء من الحرمانيه، لسه ما نعرفش ايه عند ربنا اللي هي صح ولا غلط اللي بنعمله دوت. لكن طبعا هو الحاجه اللي ربنا عاملها هي احسن، لكن اطفال الانابيب هي باب يطرق للي محتاجينه عشان ما نبقاش بنستخدم الوسائل بشكل خاطئ. طبعا اطفال الانابيب بقى مجال واسع جدا وفي حاجات ونتائج اتحسنت كتير، كانت مثلا كانت 30-40% بقت هنا في مصر من زمان، بقى عليت قوي بقت 70-80، وبعض الناس اللي هم صغيرين في السن اللي ما عندهمش مشاكل كتير ممكن توصل ل 90% نسبه نجاح. طبعا حتى بدل ما كانت زمان بتاخد البويضه والحيوان المنوي وتحطهم في انبوبه وعشان كده كان اسمه طفل انابيب، لا دلوقتي بقت تحت الميكروسكوب بتحقن الحيوان المنوي جوه البويضه نفسها، وبقت الدنيا بقت بتحسن لنا النتائج. وبقت برضو كان في مشاكل في الزرع، الوسائل دي اتحسنت ان انا بقت بستخدم الليزر في تقطيع الحاجه في الغشاء اللي بيمنع ان البويضه المخصبه انها تتزرع، فبقى ده بيحسن نسب الزرع. وطبعا اكتر حاجه بقت مهمه انك انت تقدر تحلل الجنين دوت، تشوف فيه امراض ما فيهوش امراض، دوت ولد ولا بنت. طبعا لكن دي ولد وبنت يعني في الناس بدات تستغلها استغلال سيء. ممكن يا دكتور نتحكم في الجنين؟ نتحكم فيه من ناحيه ولد او بنت؟ طبعا انك انت بتشوف الامشاج الذكريه والامشاج الانثويه وبتحقن بالامشاج مثلا الذكريه بس او الانثويه بس. بس ده يا دكتور اعتقد انه خطير جدا. ما هو خطير في حكايه انك انت بتحدد حاجه، في ناس بقى بتستغلها في المواريث والحاجات دي، لكن هو في ناس بتبقى عماله تخلف. يعني زمان كان في ناس بتخلف بالست سبع حاجه، يعني سبع ولد او بنت عشان تجيب مثلا بنت او تجيب ولد، فدوت بيسهل لهم الدنيا شويه. بس اعتقد يا دكتور وصحح لي لو انا غلطان، ان فكره اللعب في ولد او بنت ممكن ياثر بعدين على المستوى البعيد، بحيث انها مثلا ممكن تكون اصلا بنت والاب عايزها ولد، فيكتشف بعد كده ان هي عندها اعراض انوثه اكتر من اعراض ذكوره، ولا انا غلطان؟ لا، هو ممكن في التطور الجيني بعد كده يحصل مشاكل تخلي مثلا البنت تبان ان هي ولد او الولد يحصل ان هو بنت، دوت لو احنا ما شفناش اللي هو استبعدنا الامراض دي اصلا. لكن زي ما انت بتقول في امراض بتخلي دوت يحصل وده يحصل، يعني الجسم يبقى جسم بنت وهي من جوه امشاج ذكوريه، والعكس موجود في الناحيه الثانيه، تلاقيه ولد وهو الدنيا مش او اللي هو المخنث يعني. لكن دي موجوده ودي موجوده، بس ده في التطور، بس ده قدام، دي ما بنقدرش ان احنا نشوفها. تمام. طب يا دكتور الافضل طفل انابيب ولا الطفل الطبيعي؟ لا طبعا الطفل الطبيعي، لان ده انتقاء طبيعي. انت يا دكتور اصل بالطريقه دي يا دكتور اطفال الانابيب اسرع واسهل وكانه تكاوي. ما هو زي اللبن الصناعي واللبن الطبيعي، تدي الطفل بتاعك لبن طبيعي ولا لبن صناعي؟ اكيد طبيعي. ليه؟ عشان الطبيعي اكيد ابيض. عشان بس هو الناس دايما واخده يا دكتور فكره ان الطبيعي قفت في كل حاجه. احنا بقينا بنجري يعني على جمال طبيعي، يعني كل حاجه طبيعي، بس هي الفكره الطبيعي افيد علميا فعلا ولا هو مجرد كلام؟ ده انا بتكلم عليه. لا هو الطبيعي هو احسن فعلا، لانه ده الانتقاء الطبيعي. هو رحمه ربنا ان البويضه عشان تتم تخصبها لازم يبقى الحيوان المنوي كويس ولازم البويضه كويسه، لكن لما انا اخصبهم انا ممكن اجبر الاثنين ان هم يتخصبوا بالعافيه بمشاكلهم، فاعرض الست لسقوط اكتر، اعرض الست سقوط اكتر يعني مرات اجهاض اكتر او عدم أو تجربه نفسيه سيئه بفشل الحمل ده. تمام. لكن بتاع الناحيه الثانيه الطبيعي لا ما فيهوش كده، هما الاثنين قابلوا بعض فاخدت احسن حيوان منوي واخدت احسن اول بويضه، دي لو كويسه مش كويسه خلاص مش هيحصل حمل، حصل حمل يبقى ده برحمه ربنا ان شاء الله كويس. تمام. طب الاجهاض يا دكتور في رمضان مضر للمراه؟ الاجهاض في رمضان؟ اها. لا هي الاجهاض لو هو الاجهاض مش بايدها يعني. لا انا اقصد لو بايدها. لو بايدها يبقى حرام، فهي هو حرام، انا عارف انه حرام، بس انا اقصد هيكون مضر ليها مستقبلا؟ ما دام الاجهاض اللي هو اليتروجينيك اللي هو اللي هو معمول بيد فاعل ده طبعا هو حرام وبيؤدي الى مشاكل اخرى، يعني لان هو في الغالب بيحصل تحت السلم، فممكن يبقى بيستخدم بآلات ملوثه، ممكن يسبب يعني ثقب في الرحم، ممكن يسبب نزيف تلوث في بطانه الرحم او التهابات في الجامده في بطانه الرحم تؤدي حتى الى حد
حتى الى استئصال الرحم. تمام. طب يا دكتور عايز برضه اتكلم معاك عن تطور الطب في مجال العقم بالنسبه للرجال والنساء. هو طبعا بالنسبه للرجال هو التطور طبعا في تطور كتير حصل، لان كان في دايما كانت بتيجي تحاليل اللي هو تحليل الازوسبرميكال او اللي هو ما فيش حيوانات منويه في التحليل. فدلوقتي دوت اتاقلموا عليها دكاتره الذكوره او عملوا فيها تطور كبير جدا، اللي هو بياخدوا عينه بالميكروسكوب او استخراج الحيوانات المنويه عن طريق الميكروسكوب الجراحي، ودي برضو حسنت النتائج بتاعت الناس دي وادت لهم امل. هم امل مش كتير لكن ادوهم امل. تمام. بس سؤال، بره افضل ولا في مصر افضل؟ بره افضل في رمضان. لا ما انا هقول الحق، يعني بره افضل طبعا، لان هم الحالات عندهم احسن، امكانيات احسن طبعا. الميكروسكوبات حتى لما بتتطور عندهم هناك اكتر واسرع بكتير. احنا هنا في مصر الحاجه بنتعب قوي عشان نجيب حاجه جديده، والحاجه الجديده بنفضل مثلا تقعد عليها شويه عشان تقدر تجيب الحاجه الاحدث. لازم تبقى يعني جابت سوري يعني حتى تبقى اشتغلت بثمنها شويه، لانك انت حاجه بثمنها مليون جنيه مش هتفضل نزل مثلا زي التليفونات. انت التليفون بينزل دلوقتي الشهر ده، ممكن بعد شهر ونص تلاقي واحد تاني جه ضعف ثمنه، هتجيبه؟ بس يا دكتور يعني هو الطب قدره ولا تكنولوجيا؟ دلوقتي الطب الحاجتين، لازم تبقى انت عندك علم ومعاك تكنولوجيا. طب معنى كده يا دكتور يعني الحمل على ايد مثلا الدايه ايام زمان اخطر بكتير؟ هي الدايه كانت بتولد، الدايه ما كانتش بتحمل. انا اقصد الولاده. طبعا كانت اخطر كتير، وبرضه دي كان فيها ساعتها الناس تقول لك دلوقتي ايه، هو ليه الستات ما بقتش تقول؟ ما كنا زمان بنولد مع الداي. بالظبط. هو زمان كان في برضه انتقاء طبيعي، ان الست بنظريه يعني الوراثه والحاجات كده كان في انتقاء طبيعي للستات. الست اللي فيها مشكله والداي هتولدها، كان حاجه من الاثنين اللي هتحصل، يا اما العيل يموت يا اما الست اللي تموت يا اما الاثنين يموتوا. طيب لكن دلوقتي الطب ممكن يتحكم في ان واحد فيهم يموت او الثاني لا؟ الطب ممكن يتحكم واحد فيهم يموت او الثاني لا؟ الطب ان هو حد فيهم يموت، هو طبعا هيبقى هيجي ناحيه البيبي عن الام، ودوت لو هي فيه خطر طبعا من الحمل بتاعها، فهيضطر مثلا ان هو مثلا عندها حصل لها نزيف جامد، فهيضطر ان هو ينهي الحمل دوت على حساب الطفل عشان الام تعيش. بالتالي الطب افضل اكيد من الداية. طبعا. تمام. حضرتك يا دكتور هل اتعرضت لموقف انه الاب فضل الجنين على الام؟ لا طبعا، هو لو عمل كده انا مش هرضى يعني. تمام. طيب يا دكتور عايز برضه انتقل معاك لفكره الكشف المبكر للاورام. طبعا ده مجال الكشف المبكر للاورام بقى حاجه بقت علم حديث جدا، وبقى بيستحدث كل يوم. وطبعا الاخبار الفنيه بتاعت الفنانات الامريكان زي انجلينا جولي كده بقت في كل حته، ازاي هي بتكشف على نفسها وازاي بتعمل جراحات عشان تتقي نفسها من الاورام. طبعا الكشف المبكر دلوقتي بالنسبه لامراض النساء بقى بيشمل الثدي وبيشمل الرحم وبيشمل المبيضين وبيشمل عنق الرحم وبيشمل حتى العجام من بره، المهبل والعانه من بره. كل الحاجات دي بقى فيها امراض بتيجي قبل الاورام السرطانيه، امراض بتيجي قبل الاورام السرطانيه، فلازم دي بيتم كشفها في وحدات الكشف المبكر للاورام. تمام. وطبعا لما بتتعالج بدري انت بتمنع التحول بتاعها لاورام سرطانيه، ممكن يبقى يصعب علاجها بعدين. فهو الكشف المبكر هيريح البلد ميزانيه ويحمي حياه الناس ويسهل علاجهم كتير. وازاي يا دكتور هتكتشف ان هي لازم تكشف؟ ما هي كل في بلان يعني في خطط موضوعه. مثلا الست اي ست مثلا بتمارس ليها حياه زوجيه منتظمه لازم تعمل كشف دوري لعنق الرحم، وده من اول ما تمارس جنس على حد سن 70 سنه، فلازم دي هتعملوا كشف مبكر على عنق الرحم، تعمل مسحه مهبليه ومسحه عنق رحم كل شهر يعني سوري كل سنه لحد ما توصل لحد مثلا يبقى في 3 4 مرات الكشف دوت مش جايب نتيجه ما فيهاش حاجه، يبقى الحمد لله ستي ما فيهاش حاجه، ممكن ابعدها خليها كل 3 سنين بعدين ممكن ابطل خالص لما تبقى عندها 60 سنه. تمام. كشف الثدي مثلا عند 40 سنه لازم كل سنه تعمل سونوماموجرام. عند 40 سنه بالظبط؟ عند 40 سنه مش اقل. لا اقل عند 35 لو الست عندها تاريخ مرضي للاسره من الدرجه الاولى، القرايب من الدرجه الاولى، اخت او ام بيجي لها جالها ورم سرطاني او كلام من ده، فلازم ان هي عند سن 35 لازم تعمل رنين على الثدي
اول الاشعات اللي انا بقول عليها ديت، ولو لقيت اي حاجه يتاخد منها عينه. طب ده معناه يا دكتور ان المرض دوت انتقالي ما بين الاجيال؟ لا هو وراثي مش انتقالي، يعني بتمشي الجينات دي في اسره، زي مثلا بعض سلالات من اليهود، وزي في برضه ناس عندهم حاجه اسمها بريست كانسر انجن 1 و2 بتبقى موجبه، فدولت الناس دي عرضه ان هم يجي لهم متلازمات من سرطان الثدي والمبيضين والرحم وحتى القولون. فلازم الناس دي تتشخص اول ما تبقى او هي ما هتبقى معروف الريسك اللي هي فيه او معامل الخطوره اللي هي ما فيهم، عشان يعملوا سواء كانت جراحات وقائيه زي استئصال الثدي او زي استقرابه الانابيب او استئصال المبايض واستخدام الهرمونات التعويضيه بدلها، عشان يقيهم من او استئصال الرحم عشان ما يجيلهمش سرطانات فيها. طب مجرد ان هم يكملوا عليه. طريقه يا دكتور غير الاستئصال؟ افرض مثلا حد مش عايز يستأصل، يقول لك انا مش عايز. ما هو مش عايز، يبقى تعمل المتابعه لحد اقرب وقت ممكن، ها، عشان لما يحصل حاجه تعالجها بدري. وفي حاجات مش لازم استئصال، يعني ممكن اتقي شر من سرطان المبيض ان انا اربط انابيب بس، مش لازم ان انا اشيلهم خالص. تمام. طيب يا دكتور، طب دوت ممكن يخلص، يعني يخلينا ننتقل لجزء تاني. طب ما انا بالتالي طفل انابيب احسن، لان طفل انابيب انا بتحكم فيه وممكن الشيء الوراثي دوت اشيله. ده كلام اللي هو بقول لك عليه كلام جديد، اللي هو حاجه اسمها بي جي دي، اللي هو البري امبلانتيشن جينيتك دايجنوزس، اللي هو قبل ما بزرع البيبي بشوف الامراض اللي ممكن تجي له. فممكن ان في الناس دي ابقى اشوف لو هم الجينات دي موجوده. المشكله ان هي دي بتبقى طفرات، والطفرات دي متعدده جدا، وفي منها طفرات، يعني في طفرات احنا لسه مش عارفين ها الطفرات دي كلها انهي فيهم اللي بتجيب بالظبط. في طفرات نص نص، يعني في طفرات لو اتجمعت مع بعضها هتبقى كده، وفي طفرات لو موجوده لا دي هيحصل، وفي طفرات هتبقى موجبه لكن ما تعملش حاجه، فيبقى انا كده بموت حاجات من الاول خالص ممكن تبقى سليمه. طب ده دكتور ممكن برضو يخليني يعني ان برضو الناحيه الثانيه، هل مثلا ايه يقول لك مثلا الطفل دوت ذكي، الطفل دوت لا غبي جدا، هل التلاعب في العقل ممكن؟ من الاول لا، الذكاء ده تطور. بمعنى يعني حسب التهيئه اللي انت عم هيئها للطفل دوت، وحسب التعليم اللي انت بتعمله، وبرضه حسب جيناته. لكن هو الذكاء ده تمرين. ما انا اقصد التلاعب في الجينات. لا ما فيش، احنا لسه اللعب في الجينات والعلاج الجيني دوت مش متطور قوي في العالم، حتى مش في مصر بس، هو في مصر يعني قليل خالص او يعني يعدم او تقريبا مش موجود، لكن بره هو برضه مش فظيع العلاج الجيني، يعني لا لسه في مراحل لسه البحث، يعني مش موجود في البني ادمين ان انا هشيل الجين ده واحط الجين ده بالمنظر اللي انت فاكره يعني. اها بس يا دكتور احيانا بيقول لك مثلا ايه، يعني الشخص دوت واخد مثلا ذكاء كذا واخد من دوت حاجه تانية. لا انا احنا اللي بنككتل، ده مجرد كلام يعني. احنا اللي بنعمل الكوكتيل الظريف ده. طب تمام يا دكتور. طب يا دكتور بالنسبه للسيدات اللي بيجي لك دايما في شهر رمضان وتقول لك انا بعاني من مشاكل معينه، هل مثلا الكشف عموما افضل ليها، ولا انها ان انت تنصحها مثلا بعض الادويه المعينه وبعد كده ممكن تكشف؟ لا هو الادويه المفروض ما تتكتبش غير يعني زي ما بيقولوا كده، الدواء لا يعطى الدواء الا باستشاره الطبيب. الاستشاره دي انا في استشارات طبعا الواحد بياخدها بالتليفون، لكن بتبقى حاجات خفيفه مثلا برد، كلام من ده، انفلونزا، رشح، صداع، كلام من ده، بيكتب الادويه الامنه للست عامة. لكن في ست مثلا معينة قلت لك زي ما عندها ضغط، عندها سكر، وجاه معاها حاجة تانية، فلازم دي تستشير طبيبها ان هو يشوفها عشان يقيمها وبعدين يكتب لها علاجها. لكن زي في كل حاجة في الدنيا في حاجة اسمها اوفر ذا كاونتر، يعني علاج بيتصرف من على الرف، ده امن في الغالب، زي يعني زي الباراسيتامول والحاجات دي. لكن ما ينفعش ان مثلا عندي كذا عندي كذا عندي إيه؟ عندي ارتفاع في درجه الحراره، في حاجه نازله، كلام في افرازات، في بتاع، فما ينفعش كل حاجه كل كلمه تاخد لها دواء شفهي، لازم يتم الكشف. تمام. طب يا دكتور بعض النساء بيعتمدوا على فكره الاعشاب وطب الاعشاب، هل هو بديل؟ هو للاسف هو بس خلينا دكتور نقسمهم، يعني مثلا عايز اقسمها بالنسبه للي لسه حامل، بالنسبه للوالده، بالنسبه للمرضعات، كل واحد ينفع يتكلم عنها.
بالنسبة للكلام بتاعنا احنا كأطباء نساء وتبع الكلام المنشور دولي، يعني زي جمعية الجراحين الملكيين البريطانية، يعني لأطباء النساء الرويال كوليدج يعني، وحسب برضو الجمعية الأمريكية لأطباء النساء، الاثنين احنا طب الأعشاب احنا ما نعرفوش، ما جربناهوش، ما جربناش أضراره يعني، خوفا ولا ممنوع؟ ما درسناهوش يعني، هما ما بيطبقوش ده للست. انا فاهم، بس انا اقصد انت ما شفتش له ضرر، فما ينفعش انك انت تديه. بمعنى انه طب الاعشاب مش هيفيدها؟ لا، ممكن يفيدها، لكن انا مش عارف ضرره. يعني هما دلوقتي مثلا في حالات القيء المستعصي للست اللي هي في اول 3 شهور عم بترجع، دلوقتي هم صرحوا بيها في امريكا وفي انجلترا ان ممكن تستخدم الجينجر اللي هو الزنجبيل، وبقى في كبسولات زنجبيل ومصرح باستخدامه، لان هو استخدم لحد ما عرفوا ان هو مفيش له اضرار. لكن مثلا اللي هتاخد حاجات تانية، انا ما هي هم يعرفوش اضرارها ايه ولا نعرف اضرارها ايه. فيه ناس تانية تاخد مثلا زي في الرضاعة، في ناس بتقول لك ايه المغات، ناخد اعشاب بقى تليو ينسون النعناع، هو ده موجود ومعمول كبسولات، دي بالنسبه للحاجات البديله. تمام. طب يا دكتور، بالنسبه للناس اللي بتاخد حقن من نفسها وخصوصا كمان المدمنين، هل الادمان بيأثر على الجنين في المرض؟ طبعا انا عارف انه بيأثر، بس اقصد ان يعني مثلا في ناس مثلا صايم وبعد كده مثلا بيشرب سجاير ياخد حقن، الحاجات دي كلها، هل الحاجات دي ممكن في رمضان يعني تبوظ الموضوع اكتر ما هو اصلا بايظ؟ اكيد، هو طبعا الواحد لازم يستثمر ان في رمضان وفي صيام وفي كده عشان تحاول ان هي تقلل نفسها من، لو هي بتشرب سجاير او بتتعاطى حاجه، لان هو دول اكتر حاجات بتؤدي لضمور البيبي، لضمور الجنين يعني، او انخفاض في وزن الجنين. تمام. فلازم الست تحاول ان هي لو مثلا بتدخن تقلل تدخين او تمنعه. لو طبعا هنا في مصر صعب، بس في ستات مدمنه للهيروين او الحاجات اللي بتتاخد عن طريق الحقن، المخدرات اللي بتتاخد عن طريق الحقن، لكن طبعا دي مؤذيه جدا للجنين. تمام. اخر سؤال دكتور مساله في الحلقه ان شاء الله، تتمنى ان اولاد حضرتك يكونوا في نفس المجال، وليه وليه لا؟ طبعا انا ما اتمناش ان بناتي تخش مجالي، لان مجالي مش سهل، صعب التعامل مع الناس بقى صعب، دي اول حاجه. تاني حاجه شغلانه بقت صعبه، انك انت تنزل معرض، انك انت تنزل 24 ساعه في اي وقت في ال 24 ساعه، وتبقى الدنيا مش حلوه، ومعامل الخطوره بتاعك، مصر بقت زحمه جدا، محتاجين دم يعني، فيها الا في بنوك الدم يعني، بنوك الدم مركزيه شويه، فانت مثلا لو عندك حاله بتعمل ستريس كتير قوي على اعصابك، ما احبش اولادي يعني يعيشوا نفس المعاناه دي. تمام. طب يا دكتور، يعني نصائح قصيره للنساء اللي بتروح لدكاتره يعني غير متخصصين. لازم نحاول، معلش مع احترامي، سواء كان الدكتور يعني طبيب راجل او ست، لازم الست تتحرى ان الراجل اللي هي بتكشف عنده يكون حد متخصص، لان احنا بنشوف في شغلنا شغل ناس مش متخصصه، للاسف للاسف هم زمايلنا، بس هم بيعملوا حاجات غلط كتير. تمام. ممكن تاذي الست، تاذيها اذى يوصل لاما بحياه طفلها او بحياتها هي شخصيا. تمام. فلازم الناس تخلي بالها، والناس تراعي ربنا، كاحنا كدكاتره نراعي ربنا، والعيانه تخلي بالها من شغلها، يعني العيانة تخلي بالها من هي رايحة عند مين، ولازم تثق في دكتورها وتكون عارفة ان هو، لا الناس مجربة، مش رايحة زي اللي واحد دجال. تمام. خلاص، بشكرك يا دكتور على الحلقة الممتعة ديت. بتمنى لكل ان شاء الله مشاهدينا يكونوا استمتعوا معايا بالحلقة، ومعلش احنا طولنا عليكم، وتكونوا استمتعتوا في السحور وطولنا على الدكتور اكتر. بإذن الله هتكون مكملين معاكم في رمضان، وان شاء الله رمضان يجمعنا. كنت معاكم أحمد طه في برنامج سحور دكاترة على قناة الصحة والجمال. تصبحوا على خير. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.sahha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahha channel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahha tv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahha tv.